اهلا بكم متابعي اليوم السابع وبث مباشر جديد. النهارده نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي المصري والوداد المغربي. زي ما احنا شايفين في الصوره الالاف من المصريين وجماهير الاهلي وجماهير مصر بيتابعوا زي ما احنا شايفين اهو مباراه الاهلي والوداد في النهائي. مشهد يعني دايما متعودين عليه في المباريات النهائيه سواء اهلي او زمالك. طبعا نتمنى التوفيق للنادي المصري نادي الاهلي. زي ما احنا شايفين مشهد يعني كبير جدا. زي ما احنا شايفين اعداد كبيره من المصريين وجماهير الاهلي بيتابعوا مباراه نادي الاهلي والوداد في دوري الابطال. طبعا يعني ما فيش ولا كرسي كده يعني اللي عايز ينزل دلوقتي يتفرج على الماتش اعتقدش هيلاقي مكان. زي ما احنا شايفين اعداد مهوله. متابعي اليوم السابع اللي على البث مباشر خليني كده اقول لكم تفاصيل النتيجه اول باول. دلوقتي لسه الماتش بادئ. خمس دقائق على بدايه المباراه والنتيجه 0-0 بين الفريقين الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن ضغط كده من الوداد ونازل كده يعني بحماس. طبعا الماتش في المغرب و طبعا يعني بفكركم ان الماتش صعب جدا لان مقام في المغرب وكان في مشاكل كتير جدا عليه ان ليه الماتش ما يبقاش في ارض محايده. لكن طبعا يعني كاف قرر ان يكون الماتش في المغرب استاد محمد الفتح. يلا عبد الله خش من زاويه عبد الله خش طبعا ضغط كبير جدا 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 الوداد ويعني يمكن كان فرصة هدف اول لكن يعني ربنا ستر. طبعا كل التوفيق. صاحب المكان صاحب المكان انت كده بتغزين. هو جاب اليوم السابع وكله جاي طبعا. انت كده بتغزين بعد اذنك. طب اقول لك على حاجه. مش حد بيصور. طب اقول لك على حاجه. انا بقول لك بالسر. طب هاني طيب. شكرا متابعي اليوم السابع. طبعا هنلقاكم
اوعى تعمل حاجه تاني. انا ممكن اعمل اللي انا عايز اعمله. معكر دي غلط بعد ساعه عشان تصور. اه طبعا معاك. طب فين يا باشا؟ ايدك بس. ايدك. لا مش ايدي يا عم بس اهدى حضرتك. وين